أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها فقدت الوصول إلى بحر آزوف مؤقتا بعد إحكام القوات الروسية لقبضتها على ميناء ماريوبول الرئيسي على البحر. وأوضحت الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية نجحت في السيطرة على منطقة عمليات دونيتسك. كانت روسيا قد أعلنت أن قواتها تشدد الخناق حول ماريوبول التي لحقت بها أضرار بنحو 80% من منازلها، وربما لا يزال نحو 1000 شخص محاصرين في ملاجئ مؤقتة.